صباح الخير. اليوم فقرتنا زراعة بس فيها شيء جديد. الجديد بالفقرة ممكن تلاقوه جديد وحلو بس مش جديد على الخير اللي دايما عنا ببلدنا وبنشامة بلدنا. اليوم معنا مبادرة فزعتك، عرفتوا فيها عن طريق رؤية عرفتكم عليها، واليوم رح نحكي أكثر إيش هي فزعتك مع ليث دويكات. صباح الخير. يا صباح الورد، يا هلا بيك، يعطيك العافية. الله يعافي عمرك. بتقدر هلا تبلش وتقولنا شو فزعتك؟ منك احلى لانه انت صاحب المبادره. يستر الله يسلمك وبارك فيكي. مبادره فزعتك هي مبادره انطلقت من رحم الاردن، هي مبداها الاساسي بتامن بالمواطنه بشكل عام، فلذلك انا فزعتك بالاساس اسستها من اجل مبادره واحده عشان اقوم عليها. وراح تستغرب الناس، خليت فزعتك هي القاعده الاساسيه اللي بدي انطلق منها، اللي هي مبادره بذور جدودنا. وهون انا راح ابلش معك بما يخص البذور. تمام. اللي لفتت انتباهي، انت بتشتغل على اكثر من نوع اكثر من نوع بذور واشجار. بذور واشجار، احكي لنا شو يعني، شو الفكره، ايش اللي بدك اياه من هذا الموضوع؟ اول شيء انا مش مزارع، بس لاحظت انا مش مزارع ولكن حسيت ادركت خطوره الموضوع واهميه الموضوع. المبدا كيف اجمعي اجى انه انا دائما كنت اقعد مع اختياري الكبار، بحب قعده الكبار، فبقولوا لي نيالكم انتم هيكم شبعانين خبز وماكلين شاربين ودويش يعني تتأفأفوا، واحنا زمان ما احنا كنا شبعانين خبز. في معادله عكسيه صارت، كيف هم مش شبعانين خبز واحنا شبعانين؟ هم كان عزمنهم زراعه وفي اراضي زراعيه، والزحف العمراني ما اكل الاراضي الزراعيه، وكانت البذور اصليه وما كانوا شبعانين واحنا شبعانين. طب احنا الزحف العمراني اكل الاراضي الزراعيه وما نزرع وما عاد مزارعين يزرعوا. صحيح. وما عاد بذور اصليه وشبعانين، اذا هذا الشبع اللي احنا فيه بلون وراح يفقع باي لحظه. اذا احنا من فزعتك بدنا نتعلم احنا ككبار وصغارنا كيف نزرع، هذا بدك اياه. بدنا نعلمهم انه الزراعه شيء مهم، وانا هذا طبعا يعني من أجمل الأشياء اللي بحب دايماً أحكيها، إنه إحنا كل ما زرعنا بناكل من أرضنا كتير إشي رائع. هو الموضوع مش بس رائع، موضوع بغاية الأهمية، موضوع راح لازم توصل فيك تفكر تزرع حتى لو بروديتر سيارتك. موضوع البذور هذا موضوع أصلك موضوع خطير كمان جداً أكثر ما بتتخيلي. بذورنا الأصلية ما عادت موجودة، يعني أنا امبارح دورت على بذور خيار أصلية القديمة ما لقيتها بكل الأردن. وأنا زيك مظبوط. في بذور كثيرة مش موجودة. هذا وإيش صار كل الاعتماد؟ صار كل الاعتماد على البذور المعدلة جينياً والمعدلة وراثياً اللي بنستوردها، أي بتنزرع مرة واحدة ما بتقدر تأخذ بذرة وتزرعه ثاني مرة. يعني أنت بدك تظلك طول عمرك مرهون لها، معتمد عليهم ومرهون لهم. صح. بهذا الموضوع. صح. أنا معتمد على الجهة اللي بتنتج البذور. بالضبط. إحنا الفكرة من البذور أول إشي نعمل سيادتنا الغذائية، سيادة. إذا ملكت غذائك ملكت كل شيء. حلو. ملكت كل شيء. حلو. ما حدا بيقدر يلوي إيدك، واحد. اثنين، أنت لما يكون 10% بتنتج من غذائك لا سمح الله أي وقت بصير مشكلة، لازم يكون عندك غذاء اللي يكفيك ويكفي أولادك. فشو التوجه؟ اجت ببالي الفكره اللي الفت نظر لاهميه الموضوع، رغم انه موضوع بسيط، في ناس كثير كبوا العلب، في ناس كثير رفضوا ياخذها، بس بالمقابل الاكثر اللي صاروا يضحكونا وانبسطونا اخذوا الموضوع بايجابيه. موضوع اني اعطيت قطنه وجواتها قمح زي ما كنا واحنا بالمدرسه. بالضبط. قمح بلدي يتربى قدام عينك، تفهم انه انا هذا القمح لازم يتربى قدام عينك زي اولادك. اذا المفروض كل انسان بالاردن وكل مواطن موجود على وجه الأردن وعلى أرض الأردن إنه يزرع هذا الشيء ونحافظ عليه ونزيد من إنتاجه. هلا شو سويت؟ المرحلة الأولى عملت قمح لفتت نظر. المرحلة الثانية حرضت مبارح مساحات بحدود 50 دونم من الأراضي موزعة داخل منطقة دابوق اللي انطلقت منها المبادرة ومنطقة بدر المجاورة لنا. راح نزرع فيها بذور أصلية. حلو. والبذور الأصلية هاي إنتاج راح يطلع راح نوزعه للناس، يعني البذور اللي بتطلع راح نرجع نوزعها للناس، واللي بنسلمه اي كيلو قمح السنه الجايه بده يرجع يعطيني اياه. المحصول اللي بيطلع له له يسلمك بذور اللي زرعه وانتجه له حلال عليه، بس الكيلو اللي اعطيته بده يرجع لي اياه بعطيه لمزارع ثاني. لازم الناس تفهم وتلتفت للموضوع بطريقه قويه جدا. وانا باذن الله المرحله الجايه راح الف كل مدارس المملكه.
حلو، هذا إشي رائع. رح ألف كل مدارس المملكة يفهموا أطفالنا شبابنا. أنا طبعا ما كنتش أعرف عن المبادرة، يعني رح تتعرفوا أنتوا على، أكيد عرفتوا عليها عن طريق الرؤية. أنا كنت على الإشارة وجايبة أولادي من المدرسة، وبكل صدق عم بحكيكم أعطونا هاي العلبة. بعديها عرفت شو هي المبادرة. هاي العلبة ابني اللي عم بدير باله عليها، حاطتها على شباك غرفته، كبرت عنده لي وكثير مهتم فيها. قديش انبسط انها خضرت، واليوم استعرتها استعارة عشان نصور، وهلأ لازم ارجعها. عرفت؟ والله اشي بفرح القلب. هذا انا صادقة معك وصادقة مع مشاهدينا، وهذا اللي صار فعلا. وفعلا والله العظيم هذا اللي صار. يعني شفناك صدفة كمان. وصدفة. وطبعا انا تشرفت كثير بمعرفتك. بس انا الاكثر. بس سؤالي الصغير، تين زراقي شو وضعه؟ ليش اخترته؟ كويس. التين الزراقي اول شيء، التين الزراقي عمر سنتين ثلاثه بعطي ثمر. ثاني شيء انا فكرت بفكره، بدل ما انا اضل اوزع طرود ومساعدات ماليه، فكرت بدل ما اعطي الناس سمكه اعطيهم سناره. حلو. كويس. انا ساعدتك اليوم، طب وبكره ما حلت مشكلتك ولا اللي بعده ولا اللي بعده. فانا بسوي اللي علي. كيف؟ انا بزرع عندك شيء ليطعميك الاصل، بعطيك الاصل بالضبط يطعميك، ولقدام شوي باذن الله يصير تبيع منه. هاي نقطة. النقطة الثانية والأهم، الناس لازم تلجأ للفواكه والخضار الطبيعية الأورجانيك، أي اللي غير معدلة وغير مهجنة غير مهرمنة. ليش؟ لأنهم طلعوا علينا الموضوع في سرطان. بالعالم ما في إشي اسمه سرطان، هذا وهم. خلايا بتتأكسد نتيجة غذاء فاسد، بس كل غذاء سليم بطل فيه خلايا تتأكسد. إذا ما في سرطان ما في مرض. الحبوب اللي بناكلها والثمار اللي بناكلها اللي مأكسدة واللي مهرمنة واللي غذائنا غلط، غذائنا غلط. والناس صح. لازم تصحى، والناس ما لازم يعني تتوانى بهذا الموضوع. صحيح. ما لازم تتوانى ولا تتراخى فيه. هذا الموضوع خطير جدا، لازم نصحى له. يعني حتى توصل فيه لو يزرع بروديتر سيارته، مش بس بعلبته، بروديتر سيارته يزرع قمح. فإحنا إن شاء الله الحملة الجاي أنا من أناشد المجتمع الأردني والشعب، جميع الأطياف الموجودة على أرض الأردن، إنكم تهبوا معي بهاي المبادرة، تهبوا معي لنصرتك مش لنصرتي. صحيح. والله العظيم خالصة لوجه الله ما رأيت شيء. صحيح. صحيح. بس أنا بدي بعرف. ناس أنا بعرف. بدي ناس تصحى معي. وفي واحد قال لي اصحى يا نايم، لازم تطلق شعار عليها اصحى يا نايم. قلت له فعلا، لأن قال لي الموضوع هذا بغاية الأهمية ولازم تدرك الناس هذا الموضوع. نطلع يوم وطني كامل، يطلع الشعب الأردني بيوم واحد يزرع بهبة واحدة، هبة رجل واحد على قلب واحد. أفكار رائعة يعني. وهذا الإشي مش مستحيل، هذا الإشي مش مستحيل. لا مش عند مستحيل. الشعوب الحية مش مستحيل، مش مستحيل ومش صعب. وأنا على يقين إنه شعوبنا حية. نعم. لسه فيها الدم بجري. صحيح. فهذا الموضوع صحيح. لازم نهب هبة وطنية واحدة، نسوي يوم وطني، نزرع، ما نزرع زينة، نزرع ثمر، نزرع إشي ناكله إشي يكون أمن غذائنا، سيادة غذائية لنا. 100%. فهمت علي كيف؟ فالموضوع لا يستهان فيه، وهو ليس عبارة عن مبادرة الشباب حابين يسألوا ويضيعوا وقت. ابدا انا عندي شغلي، الشباب اللي معي عندهم شغلهم. اكيد. وانا شفت بعيني هذا الحكي. وانا يعني بحييك مره ثانيه. الله يسلمك ويطول عمرك، وبتمنى لك عن جد التوفيق. وانا يمكن زي ما قلت لك جربت كيف ابني كان كثير مبسوط على انه هاي البذره نمت قدامه. يمكن عملنا هذا الشيء بالمدرسه، لكن لازم نرجع ونتذكر قديش هذا الموضوع مهم. بشكرك ليث دويكات كل التوفيق، مع انك انت لحالك مع الشباب طبعا، معنا ربنا، وانت اكيد اهم من الكل، ونعمة بالله، ونعمة بالله. بس ان شاء الله انا متاكده مستقبل باذن الله يا رب رح يكون ممتاز. وشاكره لك انك عم بتوعي الناس قديش هذا الله الموضوع يحفظك. مهم. وانا باذن الله الحمله الجاي رح نوزع كميات قمح على المزارعين، راح نصير نزودكم عشان يزرعوا، راح نصير اروح مناطق اوزع قمح قبل ما يجي موسم زراعه. وانا اجتني نوعيه قمح مش موجوده بالاردن يمكن الا عند واحد من كل 100,000 او واحد من كل 200,000. شيء نادر. نادر جدا. هاي الكميه اهداني اياها رجل مزارع كبير، وما سالته اني احكي اسمه، بس انا بشكره كل الشكر. يعني هو من يعني كبار المزارعين بالاردن. نوعية مشكور طبعا. مشكور. توصل لطول 1.70 متر. ممتاز. كمية العطاء عالية جدا بإذن الله. ممتاز. هذا اللي رح نحصده منها بإذن الله على الموسم هذا بإذن الله رح يتوزع على المزارعين بالمحافظات. وإحنا معك بإذن الله. لما يطلع أول فوج
على طول لنا تواصل معك، وانا بصير اتواصل معك لانه رح نعمل زراعه لوزيات ان شاء الله. تين طبعا هسه ما فيش زراعه، واي حدا بيعمل مبادره بالفتره هاي بزرع شجر بدمره. الزراعه بشهر 2 يعني على سبيل المثال، شوف الشجره هاي خلعناها من المشتل لانه في العرق الاصلي، العرق الاصلي نازل بالارض، فاول ما تقيمها راح تموت، راح تضعف، بتضلها عايشه بس تيجي زرعها بتضلها ضعيفه. فزراعه الشجر لا تصلح هلا، احنا بشهر 2 باذن الله عندنا زراعه بحدود 3000 شجره تين. هو بشهر 2 بيكون افضل وقت للزراعه بالسنه بالضبط. راح تين زراقي ولوزيات باذن الله. باذن الله يعطيك الف عافيه. الله يعافي عمرك ويسعد قلبك. مشاهدينا يعني ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفقره. انا شخصيا كثير مبسوطه انه في شباب لسه يعني وموجودين بصراحه، وكثار قلبهم على البلد وقديش خايفين على مواضيع يمكن احنا ناسينها، بس لازم نتذكرها. اذا شفتوا فزعتك على الاشاره بدنا كلنا نشجعهم. الله يسلمك. يعطيك العافيه. لي يسعد صباحكم، وان شاء الله ايامكم كلها خضره.